لم تغب النجوم المثقفة عن سماء ثورة تشرين منذ انطلاقتها. الطلاب الحاضرون دائما، المتصدرون الصفوف الأمامية. لا كلل ولا ملل، نضال سلمي متواصل ضد الأحزاب والساسة، غير آبهين بالقنابل والرصاص الذي تطلقه القوات الحكومية والميليشيات. طبعا الغاية من هذه المسيرة هي طبعا استمرارا للمسيرات السابقة المتعلقة بالاحتجاجات وبمطالبها. يعني هاي المسيرة هي استكمالا للمسيرات الطلابية اللي سبقتها، وهذا تأكيد على استمرارية الطلاب بدعم الاحتجاج وبزخمه وبكونهم جزءا منه طبعا. تظاهرات طلابية حاشدة انطلقت من أمام مبنى وزارة التعليم العالي واستقرت في ساحة التحرير، حيث معقل الثورة وشعلتها الرمزية. الهدف هو استمرار في الإضراب وحتى يكون دعم للثورة وإسناد لها، وكما يعلم الجميع أن الطلاب هم عصب هذه الثورة وسبب نجاحها حاليا. الطلبة يؤكدون بقناعة تامة أن الحكومة الجديدة كسابقتها، كلاهما خرجتا من مستنقع الفساد الحكومي، ولا يرجى من هذا المستنقع خروج الوطني والشريف. الحل الأوحد والخلاص المنشود يتمثل بالتغيير الشامل بدءا من القاعدة ووصولا إلى قمة الهرم. السبب أنه ما وافر الشروط اللي وضعناها في ساحات الاحتجاج أن يكون غير جدلي وصاحب جنسيتين، لذلك هو مفروض من قبل ساحات الاحتجاج أجمع. لأنه أول شيء عنده سوابق، وإحنا من البداية قلناها أنه نريد واحد مستقل ما موجود بالحكومة قبل ولا تابع الأحزاب سياسية، فلهذا السبب إحنا رافضينه، وعنده ملفات فساد وهذا الشيء مرفوض نهائيا. طلبة العراق كانوا الأكثر حضورا من بين كل الثورات العربية، فلقد شكلوا حالة فريدة أعطت التظاهرات شكلا مميزا وأرغمت العالم على أن ينظر إلى ثورة تشرين بكل احترام وتبجيل، وأن ينتظر قطاف ثمارها قريبا، وهذا القريب ليس ببعيد.